كابتن سيف وكل المشاهدين متابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، هنا من داخل استاد المقاولون العرب وانتهاء مباراه نادي انبي امام نادي الزمالك بتفوق النادي انبي بهدفين مقابل هدف عقب انتهاء هذه المباراه. طبعا يسعدنا يكون معي احسن لاعب في هذه المباراه ورجل المباراه واحمد قفه. احمد اقول لك مبروك الفوز والهدف طبعا اللي انت سجلته في نادي الزمالك وايضا جائزه رجل المباراه. حبيبي كابتن براء بحضرتك طبعا والكابتن سيف وكل الضيوف، الحمد لله طبعا والشكر لله على المكسب، مكسب مهم. الزمالك طبعا ده فريق معانا جدا، 7 بونت وخلينا فوق، فالحمد لله بشكر ربنا طبعا وبشكر زمايلي، الحمد لله انا قدرت احرز هدف واساهم في المكسب ده. تتوقع ان انت تسجل هدف النهارده من الزمالك؟ والله الاهداف ده الواحد ده رزق، وانا كنت مركز ان احنا ان شاء الله نكسب، ده كان اهم حاجه قبل الهدف، فالحمد لله ربنا كرمني وقدرت ان انا اكسب ان اجيب جون ونكسب بنطلع بثلاثه بونت. كلام كتير احمد قفة، عروض كثيره، عايزين نعرف برضو اخر يعني الكلام وهذه المفاوضات في ظل طبعا تلقي اللاعب احمد قفة العديد من العروض. احمد قفة فين في يناير القادم؟ والله انا حاليا مركز مع نادي انبي ولسه ناقص سنتين غير السنه دي، فمركز لو في اي حاجه من خلال نادي انبي وان شاء الله ربنا يكرم في اللي جاي. طموحات احمد ايه؟ ان شاء الله المنتخب ان شاء الله. حبيبي يا كابتن. حبيبي كابتن سيف وكل مشاهدي متابعي قنوات اون تايم سبورتس في كل مكان، ده كان لقاء مع احمد قفة المهاجم نادي انبي. الان اعود لك ولاستديو التحليل، تفضل.